زائد 8. لاحظوا كم عملية حاطط أنا؟ عملية واحدة، ثلاث أعداد بس، العملية وعملية واحدة صح مكررة لكنها عملية جمع فقط، ما حطيت شيء ثاني معاه. الآن لو قلت لكم اجمعوا لي 5 زائد 3 زائد 8 كيف ممكن نجمعها؟ احكوا لي طريقة الجمع كيف ممكن؟ بجمع 5 زائد 3 والجواب بجمع له 8. طريقة ثانية بجمع 3 زائد 8 والجواب بجمع مع 5. هذه خاصية التجميع، يعني أنا بقدر أعمل القوس لك، يعني اجمع 5 زائد 3 أولا ثم، أو تقدر تعمل العكس، طبعا السؤال اللي بيجي على هاي النقطة بجيب لك عبارة زيها، بقول لك إيش الخاصية اللي بتدل عليها العبارة، خاصية تجميعية. طب ضرب نفس الشيء، 6 في 2 ضرب 3 يساوي 6 ضرب 2 في 3، يعني بمعنى ترتيب الأعداد ما بيأثر، ما بيأثر. برضو تجميعي، ما هو نقول تجميعية على الجمع، تجميعية على الضرب. وصلت؟ الآن حتى نتكلم عن الخاصية اللي بعد هيك اللي بسموها الخاصية التوزيعية. لا التوزيعية أول شغلة لازم تعرفيها إنه لازم يكون في عندي عمليتين، جمع وضرب أو ضرب وطرح، شغلة مثل هيك. آه لا ما عادش بكتب بالرياضيات، فيش في الرياضيات كتاب زي هيك. لا خلت الاثنين بغيرها، افرضي هيك، هذا ما حد بكتب بالرياضيات هيك، هبكون غلط مني. ما لازم اعمل هيك، يعني في الرياضيات الكتابة متى بعمل القوس وبتركه بدون هذا، لو كان جوا في سين وصاد وشو مثل هيك، بس ما حدا بكتب في الرياضيات لأنه أنا بدي أصرح بالعملية، لازم أصرح بالعملية، يعني ككتابة أنا صراحة بستغربها هاي، خصوصا لما يكون كلها أعداد، لما يكون في رموز، لا مش معادلات، لما يكون مقادير جبرية نقبلها، لما يكون مقادير جبرية بنقبلها. يلا الخاصية التوزيعية، لازم يكون في عندي عمليتين ضرب وجمع. إحنا شو بنقول؟ بنقول يتوزع الضرب على الجمع وليس العكس، وليس العكس. يعني انت بتكتبين 2 ضرب افتحي قوس 5 زائد 6 بالضبط، هي نفسها هاي 2 في 5 زائد 2 في 6. مين اللي خلاها تتوزع؟ انه في ضرب برا وجمع جوا. شوفوا في التوزيعية طلع، في العفو في التجميعية طلعوا هون، ما وزعت الثلاث على الستة وعلى الاثنين، طلعوا فوق هون، أنا ما وزعت الثلاث على الستة واثنين لأن كلها ضرب، لكن لما يكون في ضرب وجمع والضرب برا، جابوا كمان الضرب برا مش الضرب اللي جوا، مش بين الأقواس الضرب، فبوزع الضرب على الجمع، فهي هاي نفسها 2 في 5 زائد 2 في 6. طبعا طيب هل يتوزع الجمع الضرب؟ تعطي كيف يعني؟ يعني اقول هيك 2 زائد 5 ضرب 6، هل بصير هيك اكتب؟ لا نضرب بعد زائد اجمع، نضرب اول، يعني هيك اعمل؟ لا لا. طب ليش لا؟ بعطيش جواب نفسه، احسبيها ما بقى نفس الجواب، هاي اكبر اثبات لها. طب لو اعطت الجواب نفسه، لو اعطت الجواب نفسه بنقبلها، بس ما بتوزع، يعني كيف بدك تعرف انه مو صحيح هذا الكلام؟ لو حسبنا الطرف اليمين 5 في 6 30 زائد 2 32، اليمين جوابها 32، تعال نحسب الشمال، هاي 7 ضرب 8 56، هل 32 تساوي 56؟ الجواب لا، ببساطة يعني. لكن لو جينا على الأولانية اللي هي هاي اللي هون، بطلع نفس الجواب، احسبيها
هذول اخذت مثلا 5 زائد 6 11 2 22 هون 10 زائد 12 زائد 12 22 بس الجواب لازم يعطي نفس الجواب. عرفنا شو التوزيع؟ يعني التوزيعي والتجميعي تقريبا جاي بعض قريبات من ناحية الشكل، لكن في التوزيعي في عندي عمليتين، في التجميعي عندي كم عملية؟ عملية واحدة. طيب في عندنا شيء اسمها خاصية الانغلاق، شو يعني الانغلاق؟ بالانجليزي بقول كلوجر، شو يعني؟ هاي خاصية مهمة جدا. لو جيت انا اخذت مثلا عدد طبيعي زي 3 عدد طبيعي واخذت 4 عدد طبيعي، بدي اجرب العمليات الاربعة، الجمع طرح ضرب قسمة، هل عملية الجمع مغلقة على الاعداد الطبيعية؟ كيف بدي اعرف؟ انا باخذ عدد طبيعي وعدد طبيعي، شو العملية اللي بدك اياها؟ بدي جمع، اجمع لي اياها، سووا العملية اللي انا طلبتها، جمع يلا 3 زائد 4 قديش طلع الجواب؟ هل الجواب عدد طبيعي؟ نعم. اذا العملية مغلقة. مرة ثانية، ايش يعني مغلقة؟ لما بتاخذ مثلا الف عدد طبيعي، تاخذ باء عدد طبيعي، جمعهم اذا طلع جمعهم عدد طبيعي ساعتها شو بنقول؟ بنقول انه العملية مغلقة، واذا طلع مش طبيعي نقول ليست مغلقة. هل بتقدر تجيب لي مثال على الاعداد الطبيعيين لما اجمعهم يطلع جواب مش طبيعي؟ اذا العملية مغلقة. ننتقل على شيء ثاني، هل عملية الطرح مغلقة على الاعداد الطبيعية؟ لا. هل لا. لا. هل عملية الطرح مغلقة على الاعداد الطبيعية؟ لا. لا. ليش؟ لأنه 4 ناقص 3 يساوي 1، أما 3 ناقص 4 عدد طبيعي، 1 عدد طبيعي، لكن 1 ناقص 4 ليست عدد طبيعي. طب واحد يقول لي طب ما هي 4 ناقص 1 بيطلع 3 و 3 عدد طبيعي معناته مغلقة. أجيبش مثال مؤيد، جيب مثال مناقض. إذا في مثال مناقض هو اللي بدك تجيب لي إياه، ليش راح تجيب لي المثال اللي بيحقق؟ وأنا بجيب لك ألف مثال بيحقق. ترى هذا منطق رياضي. تسمعوا هذا قصة الحرامي اللي راح على القاضي، فقال له في 3 شهود شهدوا إنك أنت نطيت على البيت وسرقته. قال أنا سيدي بجيب لك 1000 واحد ما شافوني. شو رأيكم في المناقشة هاي؟ هاي نفس القصة إحنا، لا منطق غلط هذا. احنا هون بنقول لو تجيبي 10000 مثال انه هاي العلاقة صحيحة، لو جبت لك انا مثال واحد بس ينقض كلامك بس تبطلها. التعميم يلغى بمثال. وصلت؟ هذا منطق، مش المنطق هذاك، منطقه غلط هذاك، منطقه غلط. نيجي على شيء ثاني، هل عملية الجمع على الأعداد الصحيحة مغلقة؟ هل الجمع على الأعداد الصحيحة مغلق؟ طبعا لو أخذت عدد صحيح، أي عدد صحيح، ألف عدد صحيح، شايفين، وأخذنا باء عدد صحيح وجمعناهم مع بعض، الجواب دائما بيطلع عدد صحيح. مظبوط. هل الطرح مغلق على الاعداد الصحيحه؟ نعم. كمان نعم. هنا بنمزج الجمع والطرح بصيروا كانهم عمليه واحده، عشان هيك احنا في الرياضات بنقول احنا بننظر الى الجمع والطرح كانهم عمليه واحده، او انه الطرح عمليه عكسيه للجمع. طيب تقدروا تناقشوا نفس الكلام بالنسبه للضرب والقسمه لحالكم، سهل. يعني هل القسمه مغلقه على الاعداد الصحيحه؟ لا. ليش؟ لان زي الطرح. لا، هذا جواب غلط. هل القسمه مغلقه على الاعداد الصحيحه؟ لا لا لا. اعطيني عدد صحيح. اعطيني عدد صحيح.
ستة عدد صحيح. تقسيم خمسة. خمسة عدد صحيح. ستة على خمسة ليست عدد صحيح. خلاص هيك الصح. غير هيك لا تحكي لي. ما بسمع منك. وصلت الرسالة تبعتها كيف؟ طيب الآن ننتقل على خاصية ثانية بسموها خاصية العنصر المحايد. خاصية العنصر المحايد. شو خاصية العنصر المحايد؟ شوف في عندنا محايدين، واحد للضرب واحد للجمع. محايد الجمع، محايد الضرب. العنصر المحايد لعملية الجمع هو الصفر، واحد، ومحايد الضرب هو واحد. شو يعني محايد؟ طبعا احنا ما فهمناش يعني محايد. يعني لو جبنا اي عدد طبيعي جمعناه مع الصفر او صحيح او نسبي او حقيقي جمعناه مع الصفر، شو يطلع الجواب؟ هاي معنى المحايد، انه هو العدد الذي اذا اجريت عليه العمليه مع اي عدد يعطي نفس العدد، يعطي نفس العدد. هنا لانه محايد الضرب اذا يضرب مش يجمع، اذا اي عدد نضربه في واحد بعطي نفس العدد، هذا ثابت. طب شوفوا العبارة صح ولا غلط. مجموعة الأعداد الطبيعية تتمتع بوجود عنصر محايد. لا خطأ. لأن الصفر مش موجود فيها. تتمتع بوجود عنصر محايد. لا. جواب لا. لأن الصفر صح، هو الصفر المحايد، بس الصفر مش مع الأعداد الطبيعية، لذلك بيوزعوا الأعداد، بيكبروا الأعداد الطبيعية، بيوسعوها، بيقولوا في عندنا الأعداد الكاملة. مجموعة الأعداد تاستار اللي بدون الصفر، تاستار اللي بدون الصفر، لما يقولوا بدل ما يقولوا طا لحالها بيقولوا الأعداد الكاملة.